نورت دوتي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ما تزعلش ما تطلع عصبتني برضه. تقول لي اخوك كبير واحد زيك. ما واحد زي ده اللي رباك وعلمك. وشيل كتاب عليه بأبوك الله يرحمه. ايوه. تقوم تضربني بالقلم. اضربك بالجزمة على دماغك. انت خش صغير يا فكر في عدل سوقي ما يضربش ولا حتى من اللي فعل لسوقي ذات نفسه. مش ده كلامك؟ مش ده كلامك اللي كنت دايما تقوليه من وانا صغير؟ اديك انت اللي رجعت في كلامك اهو. رجعت في كلامك لما حسيتك واطي. بس تعرف من جاي لامك ومن صنعة ابوك ما احبكش فيك مهما الدنيا جت عليك. اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد ولا حتى نفسه. حتى لو اهلك دول عندهم جرأة. انا عمري ما استعرضت من اهلي. بس فيها ايه؟ فيها ايه لما يبقى الواحد عايز يرتقي؟ فيها ايه لما الواحد يبقى عايز يعيش عيشه احسن؟ عايز يعيش في مكان احسن؟ شوف المناطق اللي حوالينا في الراجل كام باشا؟ شوف الحواري في الراجل كام بايه؟ اشمعنى انا يعني؟ يا ضيف باشا والبيت ده حجر من جواك انت؟ لا بالفلوس ولا بساكن فين ولا براكب عربيه عامله ازاي؟ عمرك ما تبقى باشا غير بحب الناس وبالرضا. ارضى لنصر عشان ما تعبش الحياه. ما تبطلش. البطران سكته الاطرام يا ابني.